نروح لصاله الدكتور حسن مصطفى في طبعا الملعب الذي ستقام عليه كره السله او البال باسكتبول افريكا ليج مع بنجي من وسط افريقيا ومراسلتنا العزيزه هنا ابو القاسم عشان تنقل لنا اجواء ما قبل المباراه. اتفضلي هنا. مرحبا بك يا كابتن هيثم وبضيوفك الكبار نجوم الاستوديو التحليلي وبكل مشاهدي ومتابعي قناه النادي الاهلي في كل مكان. وزي ما حضرتك قلت من داخل صاله دكتور حسن مصطفى هنقل لكم بقى كل الاجواء وكمان استعدادات رجال النادي الاهلي قبل انطلاق الجوله الثالثه من بطوله البي اي ال او البال واللي مقامه في صاله دكتور حسن مصطفى. الحقيقه انه رجال النادي الاهلي مركزين بشكل قوي جدا في المباراه، يعني هم في معسكر مغلق منذ بدايه البطوله. طبعا البطوله بدات من يوم 19 ابريل وهتستمر حتى يوم 27. زي ما قلت هم في معسكر مغلق في احد الفنادق الموجوده في مدينه 6 اكتوبر عشان طبعا يدخلوا بقى في اجواء المباريات. مركزين بشكل قوي جدا، هدفهم الوحيد هم ان هم يحافظوا على هذه البطوله، لان طبعا زي ما احنا عارفين انه رجال النادي الاهلي هم اللي حصلوا على هذه البطوله في نسختها الماضيه، فبالتاكيد بنتمنى لهم كل التوفيق. يعني خلاص بقى دقائق قليله بتفصلنا عن انطلاق المباراه، مباراه النادي الاهلي وفريق بانجي. اكيد يعني الحقيقه حتى الان رجال النادي الاهلي ماشيين بخطه ثابته جدا في البطوله، لعبوا جولتين، مباراتهم الاولى كانت امام فريق سيتي اويلرز، شفناهم بيقدموا اداء كبير، قدروا ينهوا المباراه لصالحهم بفارق اكتر من 20 بوينت، واكيد دي نتيجه كبيره يعني بالتحديد بنتيجه 99-76. وثاني جولاتهم كانت امام طبعا فريق الاهلي الليبي، يمكن شفنا بقى مباراه كبيره جدا وقويه جدا، لكن رجال النادي الاهلي قدروا يحسموا المباراه لصالحهم بنتيجه 98-86. ان شاء الله بقى النهارده كمان هيقدروا يفوزوا على فريق بانجي ويستمروا في صداره الترتيب، لانه النادي الاهلي الحقيقه في الصداره بالعلامه الكامله. زي ما قلت الحقيقه بيقدموا اداء كبير جدا بيليق باسم النادي الاهلي. يعني ده على صعيد استعدادات الفريق. الحقيقه بقى ان انا كمان حابه اشيد بتنظيم البطوله في صاله دكتور حسن مصطفى. الحقيقه التنظيم اكثر من رائع، سواء في تنظيم دخول كل المشجعين او كمان الحقيقه بقى الاحتفالات والاجواء داخل الصاله، اجواء مميزه جدا في اكثر من فقره، فقرات انترتيننج او ترفيه للحضور والمشجعين. حقيقه اجواء مميزه جدا، يعني كل الحقيقه مشجعين كره السله اللي ما جوش وحضروا مباراه من مباريات البال فايتكم كتير جدا، تعالوا بقى عشان تستمتعوا باجواء مميزه جدا وبالتاكيد تدعموا وتشجعوا رجال كره السله. يعني يا كابتن هيثم اكيد كل التوفيق لرجال كره السله وبالتاكيد كمان كل التوفيق لرجال كره الطايره اللي عندهم مباراه مهمه ونصف نهائي بطولة افريقيا. ان شاء الله بقى تكون ليله اهلاويه خالصه ونكون مع حضرتك بعد فوز رجال كره السله بنعمل لقاءاتنا الحصريه طبعا مع حضرتك لو عندك اي استفسارات، والان العوده ليك مره اخرى في الاستوديو. يا هلا، معلش انا عندي استفسار، انت يمكن شايفه الملعب اكتر منا، هل فرقتنا وصلت ارض الملعب؟ هل وصلوا على البنش بداوا التسخين؟ يعني ادينا الرؤيه اللي انت شايفاها قدامك، هل فرقتنا بالفعل او الفرقتين وصلوا ارض الملعب ولا لسه؟ الحقيقه يا كابتن هيثم هم متواجدين في ارض الملعب يمكن من الساعه 6، لكن طبعا ما دخلوش لارض الملعب، عفوا هم متواجدين في الصاله لكن لسه ما دخلوش ارض الملعب، لان زي ما احنا عارفين انه كان في مباراه بتسبق مباراه رجال الاهلي طبعا كانت بين فريق الاهلي الليبي وسيتي اويلرز، ويمكن كمان انتهت لصالح الاهلي الليبي. فيعني في خلال دقائق قليله ان شاء الله رجال النادي الاهلي هيبداوا في عمليه الاحماء والتسخين، واكيد طبعا هننقل لحضراتكم كل الامور المتعلقه برجال النادي الاهلي اول ما يدخلوا لارض الملعب. هنا بشكرك شكرا جزيلا، وزي ما حضراتكم سمعتوا من الزميله العزيزه هنا ابو القاسم الحقيقه النهارده غطت لنا نقط كثيره. اهلي يعني بنغازي فاز في المباراه، فالنهارده بنتكلم ان اهلي بنغازي بياخد خطواته وبيقرب تاني المجموعه، اكيد طبعا دي حاجه تسعدنا الاشقاء في ليبيا ان طبعا نتاهل احنا وهم، ان شاء الله نكون احنا اول والاشقاء تاني ان شاء الله. احنا النادي الاهلي طبعا نتمنى ليه دايما ابدا يكون في المقدمه، ولكن اكيد يعني سعداء بفوز اخواتنا واشقائنا في ليبيا بهذا الفوز ويقربوا كمان في مشاركه اولى، احنا اول مره نشوف اهلي بنغازي الحقيقه موجود.